إمامة الجواد من المفروض يعني عندما تسلم الإمام سلام الله عليه في هذا العمر الصغير من المفروض أن لا يكون غريبا علينا نحن كمؤمنين كمتابعين لحركة التاريخ وما أعطانا من تحركات للرسل من خلال القرآن والإنجيل والتوراة يعني الكتب الصحف الإلهية بشكل عام أعطتنا تجربتين واضحتين لتولي الحكم أو الرسالة بسن صغيرة. أوضح تجربتين ذكرهما القرآن الكريم هي تجربة عيسى عليه السلام وتجربة يحيى عليه السلام. ماذا يقول القرآن حول عيسى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. آية أخرى إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا. قالوا كيف آية أخرى قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. كان طبعا عيسى عليه السلام عندما بعث في هذا عمره يوم واحد بعث للناس عمره كان يوما واحد كما جاء عن ابن عباس. الحالة الثانية التي تنقلها الصورة القرآنية هي حالة يحيى عليه السلام وآتيناه الحكمة صبية الروايات تقول كان عمره 3 سنين. من المفروض هاتان التجربتان عندما مرت أرجو الانتباه والالتفات إلى هذا الأمر هاتان التجربتان لم يكونا في هذا الزمن الحاضر كانتا هاتان التجربتان في زمن سابق ما قبل نبوة محمد صلى الله عليه وآله في عهود طويلة جدا يعني المستوى الإيماني الذي كان يعيش فيه الناس في ذلك الزمن يختلف عن المستوى الإيماني الذي يعيش فيه المسلمون في زمن الإمام الجواد عليه السلام يعني فارق إيماني من المفروض أن يكون إيمان المسلمين الذين في زمن الجواد عليه السلام أعلى من إيمان المؤمنين أو الناس الذين كانوا في مرحلة عيسى أو يحيى عليهم السلام لأن باعتبار نبيهم أكمل رسولهم أكمل وأعطاهم شريعة أكمل وهي خاتمة الشرائع فعندما كانتا هاتين التجربتين التي قلنا عاشها عيسى ويحيى عليهم السلام وقد تقبلها المجتمع ولو على مضض فعلى المؤمنين في زمن الجواد أن يكونوا قد هضموا هذا الأمر وبالمفروض أن يكون إيمانهم أعلى عليهم أن لا يستغربوا من إمامة الجواد عليه السلام هذا أمر فارق جدا واضح يعني بإيمان أقل من إيمانك ويعيش تجربة ومن ثم ينجح من خلال هذه التجربة صاحب الإيمان الذي هو أقل من إيمانك وأنت صاحب الإيمان الذي عهده وهيئه لك الرسول صلى الله عليه تأتي وتريد أن تفشل بمثل هذه التجربة التي تعتبر غريبة وفي الواقع ليست بغريبة لأنها قد سبقت بتجارب مماثلة وهذا بالتالي يعني كأنما ينتج سببين يعني الأول أننا الذين عاشوا في مرحلة وجود تنصيب الإمام الجواد لإمامة المسلمين لم يتقدموا خطوة إيمانية للأمام يعني بقوا كأنما على نفس المستوى الإيماني في عهد عيسى أو في عهد يحيى وما أظلم تلك الأمة التي لم تتقدم خطوة إلى الأمام في إيمانها كون أنه هذه تجربة ما يقارب 800 أو 900 سنة لم تهضم يعني تعطى لجيل
إيمانهم أقل من إيمان الجيل الذي عاصر الإمام الجواد، وقد هضمت وأعطيت وقد تكررت في هذا الجيل، ولم يتمكنوا من أن يتقدموا خطوة إيمانية ويهضموا هذا المطلب ويقبلوه بشكل واضح وجلي. الأمر الآخر كأنما يعني نستطيع أن نقول هكذا، هل يؤمن مكر الله؟ ممكن أن يقال أن البعض قد استبعد من ذهنه أن تعاد أو تتكرر تجربة تولي الرسالة أو مهام الرسالة والحكم في صغر السن، وقد مرت عليها سنين وعهود طويلة، وقد انحصرت فقط في عيسى ويحيى، ويؤمنون من هذا الجانب بعدم تكرار هذه التجربة. هذا أمن من مكر الله، وعلى الفرد المؤمن أن يكون أو يتوقع بأن الله جل جلاله في أي لحظة في أي مرحلة يستطيع أن يستخدم ما هو الصالح. وإن تكرر الأمر، يعني إذا حصل أمر قبل سنين أو قبل ألف سنة، على المؤمن أن يضع هذا الأمر في حسابه، لأن من الممكن أن يعاد، ولا تستهين بهذا الأمر، ممكن أن يعاد لك مرة أخرى، وعليك أن تستقبله برحابة صدر وإن تغيرت الصورة. يعني لا تأمن مكر الله في هذا الجانب، كأنك تقول إذا الأمور إن نفذت وقد حصلت في فترة من الزمن الماضي لا يمكن أن تعاد وتتكرر في نفس المنهاج كتجربة، لا، عليك أن تتوقع مثل هذه التجارب المتكررة أو الجديدة من أجل أن تصل إلى مرحلة من الإيمان المتكرر.